المركز الخامس طرفة سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. إذا تهانينا والناموس لمالك سلهودة طرشوم بن صالح بن طرشوم العامري. سلام زاخر سلام. التوقيت الزمني 5 دقائق و51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سلهودة بينما اللي احتلت المركز الثاني أوصلت مع المركز الثاني كانت روعة ناصر بن سعيد بن ناصر المنصوري. وتوقيت الزمني 5 دقائق 54 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس بينما اللي احتلت المركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث كانت الفاتنة محمد بن علي بن حمد الفهيد المري. وتوقيت الزمني 5 دقائق 54 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نتواصل بانطلاقات هذا اليوم ضمن هذه المنافسات وتحديات الحقائق جائزة زايد الكبرى. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ننطلق مع شوط جديد ضمن هذه الأشواط المتجددة ألا وهو الشوط المنطلق العاشر الذي يحمل تنافس القعدان. نذهب إلى المركز الأول على الصدارة والمقدمة. من يأتينا على المركز الأول ومقدمة الشوط؟ شاهين مبارك بن حمد بن محمد بن 70 المحرمي. بينما في المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات القادم مع هذا الانطلاق والحضور بانطلاقة وتحديات هذا الشوط هنا على المركز الثاني. هنا الوصول الانطلاق الحاضر بانطلاقة وتحديات مذهل حمد بن راشد بن عامري الاكتبي. والمركز الثالث النغلة مباشرة إلى انطلاقة وتواجد الوسمي ناصر بن سعيد بن ناصر بن جديد المنصوري على المركز الثالث. رابع الأسماء هناك القادم في هذه اللحظات المتقدم ناصي متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري. وخامس الأسماء يتقدم بكل قوة القادم شايب سالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي على المركز الخامس. بينما في المركز السادس الوصول هنا والحاضر الشهم مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي على المركز السادس. وسابعها هنا في هذه اللحظات ينضم ضاري الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري يقدم لنا ضاري. بينما في المركز الثامن أشوف القادم في هذه اللحظات هناك يأتينا بهذا الاندفاع ألا وهو فخر مبارك بن محمد بن نصرة العامري يقدم لنا فخر. وهناك الوصول بهذه الانطلاقات الرائعة المتقدمين الحاضرين بقوة هذه الأسماء الأوائل. ولكن عودة إلى المركز الأول إلى الانطلاق المثير المتقدم شاهين مبارك بن حمد بن 70 المحرمي الذي يقدم هذا الاسم. شعار بن نصر ياتينا ثانيا بانطلاقاته وتحدياته مبارك بن محمد بن نصر العامري يقدم لنا فخر. المركز الثالث هناك الوصول بهذا الانطلاق ضاري وصل بكل قوة الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري ياتينا باسم ضاري. ايضا ارى مبدع يتقدم مع الاسماء الاوائل صالح بن سليم او صالح بن سليم بن صغير بن علي اليحافي ياتينا بهذه الانطلاقه. بدا بالتقدم اليحافي والاسماء الاخرى الشعارات المتناثره الحاضره بكل قوه. ولكن مبدع مع الابداع صالح بن سليم بن صغير اليحافي الذي يقدم هذا الاسم على المركز الاول.
المركز الثاني هناك القادم بكل قوة على الزاوية الأخرى، وأيضا هنا يتقدم هملول راشد بن عتيق بن علي بالقوم الكتبي غياض قادم سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد يقدم غياض غياض يا غياض غياض في المقدمة هنا مع الأمتار المجنونة. بدينا نقارب إلى المقصورة الرئيسية، المركز الثاني هملول راشد بن عتيق بن علي بالقوم الكتبي، والثالث يتقدم بكل قوة هنا القادم في هذا الانطلاق المتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع كساب عامر محمد بن زايد المنصور. هنا حشيم الحيفي، هنا ياتينا منصور بن ناصر بن حمد الحيفي مع حشيم. الله 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 يا حشيم، سلام الغابة، سلام 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 يا الحيفي، سلام على هذا الأداء، مشكور باسم الجمهور. منصور بن ناصر بن حمد الحيفي يؤكد الفوز مع حشيم. المركز الثاني يذهب إلى مبدع صالح بن سليم بن صغير بن علي اليحافي. المركز الثالث ثالث الأسماء ياتينا متباهي علي بن المركز الثاني غياض سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد، ثالثا مبدع صالح بن سليم بن صغير بن علي اليحافي. بينما في المركز الرابع يذهب إلى انطلاقة مبشر سعيد بن محمد بن سالمي المزروعي، وخامس الأسماء هناك يذهب إلى انطلاقة متباهي علي بن سهيل بن روس العامري. هذه النتيجة، تهانينا والناموس إلى مالك حشيم منصور بن ناصر بن حمد الحيفي الذي قدم العرض الممتاز مع الأمتار الأخيرة ولحظة وصول إلى خط النهاية بتوقيت وقدرة 5 دقائق 48 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. توقيت الأفضل والأجمل يتسجل مع هذا الاسم. تهانينا إلى منصور بن ناصر بن حمد الحيفي على فوز حشيم بالمركز الأول. المركز الثاني غياض سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. التوقيت المتسجل تحت أقدام غياض 5 دقائق 52 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما في المركز الثالث يذهب إلى صالح بن سليم بن صغير اليحافي مع مبدع، والتوقيت المتسجل 5 دقائق وهنا 52 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، يتواصل العطاء واللقاء من أرضية هذا الميدان من ميدان الوثبة عاصمة الميادين لسباقات الهجن عبر انطلاقة هذه الأشواط، شوطنا 11.